واش الدراري كنتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد للموضوع ديالو سوف تيتر وفي المينياتور اللي هو الجوبرو 4K. اليوم في الصباح خديت الجوبرو 4K واليوم في العشيه غادي نكتشف معكم بالاكسسوار اللي فيها. ما نديرش لكم الدراري هاد الجوبرو كنت باغي ناخذها من شحال هادي باش نافونسي في الكونتوني ويولي المحتوى زوين ونحس براسي كنديفلوبي في لي فيديو. كانت خاصني جوبرو سيرتو هاد الكونتوني ديال الماطر خاص ضروري تكون عندك جوبرو في الكاسك باش تكون عندك واحد الكونتوني زوم. المهم ما علينا الدراري خديتها انا نشرح لكم دابا لي زاكسيسوار اللي فيها. كتجي في هاد الباك بحال هكا. اول حاجه خاصك دير هي تقرا هاد الكتاب باش تعرف كل حاجه ولا اش كتليق. انا ديجا قريته وكي بحال كيوجهك الكتاب كيوجهك بلي هادي علاش كتليق هادي علاش كتليق وهادي علاش كتليق. فاش كتحلها كتلقى هادي هي الفورك هادي هي الكاميرا الدراري شو كيعطيوك معها حتى الكاش ديالنا. هاد الكاش كينفعك من ناحية البيسين تحت الماء أولا في البحر وكيلصق حتى في الكاسك شو الدراري. هادي غير أنا لصقت هنا فين كتجي الكوبر. من بعد غنوريكم كيفاش كتركب في الكاسك. كتكون معها حتى هادي من بغيتي دير داك الكاش كاين هاد الكاش وكتكون معها هادي. هادي الدور ديالها هي فين كتلصق الطروائم اللي كتجي في الكاسك. كتلصق الطروائم في الكاسك وكدير فوق منها هادي عاد كتخشي هادي هنا. كاين هنا هاد اللعيبه انا نحيد الميكرو السبب ليكم. شو هادي ديالاش هادي كتلصق في البوطونس في الكيدون ديال الموتور. الا بغيتي تحط الجوبرو قدامك في البوطونس الجوبرو كتشوفك وميم طاش تقدر تدور تشوف في الطريق. عندك هاد الصمطات كاينه صمطه واحده اخرى هاد الصمطات ليش كيليق. مثلا الا كان عندك شي كاسك بحال عندي انا بغيت نوريكم الكاسك اللي خديت هو هذا. خديت كاسك مؤخرا باش ندير فيه الجوبرو. شو كيعجبني هاد الكروس تندير لكم شي ريفيو عليه. مثلا الا كان عندك هنا ميمكنش دير الجوبرو حتى هنا مين كتنفس اولا هادي ميركبش فيها الجوبرو اصلا. يكون عندك ثلاثة الصنطات كتلصقهم من هنا كتخشي وحدة من هنا بحال هكا. وتخشي اخرى حتى هي اتجاه اخر بحال هكا وهادي حتى هي كتخشيها. واحد البياسة ما كتكونش هنا واحد الاكسسوار ما كتكونش هنا كتركب هنايا مع الصنطة كتشوف يتبان لك الجوبرو وسط. كيعطيوك معاه كابلي باش تشارجي الجوبرو ديالك. كابلي ما كيعطيوش معاه الراس غير كابلي بوحدو. هادي الا بغيتي تلصق مثلا هنا الجوبرو وهنا تيليكوموند. هاد التيليكوموند الدراري كتعطيك هنا بوطون الا بغيتي تشعل الفيديو و بوطون الا بغيتي دير التصوير. هاد التيليكوموند راه مزيانه الدراري بزاف في الطريق مثلا الا انت كنتي داير الجوبرو راه ما يمكنش تحيد الجوبرو وتورك على الفيديو باش يخدم الفيديو اوتوماتيكمون. كتكون ملصقه انت كتكون تيليكوموند في يدك كتورك على فيديو كيخدم الفيديو في الجوبرو وكتولي تسجل في الطريق. كاين هنا المايك اللي كيلصق نيت في هاد الجوبرو 4K. شو الدراري كيعطي الصوت صافي وكيعطيوك معاه باتري زيد. كيكونوا جوج باتريات انا باتري ملصق هنا وباتري كيكون زيد. شو الباتري ديالو عاد كيكونوا هنا هاد السيبورات ديالو باش كتلصق وباش كطول الجوبرو تخرج بزاف. تقريبا هادشي اللي كاين الدراري. دابا نشعل لكم الجوبرو هاي الا كانت كتبان لكم شي حاجه. المهم ان شاء الله راه غادي نلوح فيديوهات بها باش تشوفوها كيفاش كتفهمي في الطريق. دابا غنوريكم كيفاش كتجي في الكاسك وكيفاش كتركب. كتكون عندك هاد الطروائم كيعطيوك منا شي جوج ريزيرف. هاد الطروائم اللي عليها كلشي هاد الطروائم هي اللي كتلصق في الكاسك وكتلصق فيها الجوبرو. كتكون كتلصق من جوج جوي من هنا ومن هنا دو فاس. انا نشرح لكم حيت انا ديجا ركبت وحده نشرح لكم كيفاش. اول حاجه خاصك تشوف في الكاسك البلاصه المناسبه لك فين تلصق الجوبرو. انا لقيتها هنا ولقيت هنا مازال غادي نزيد وحده هنا. كيفاش لصقتها؟ كتكون عندك الطروائم نفترضوا بغيت نلصق هنا كدير هاد الطروائم بحال هكا كتحيد هاد البيض كتحيد هاد الورقه كتحيدها وكتلصقها كتلصقها مزيان بحال هكا
فاش كتحس بها لصقة كتحيد البيوضية عاوتاني الفوقانية الورقة كتلقى لصقة أخرى، غادي يدك كتبقى تلصق غتحيدها وغتجي في بلاصتها هاد لي قلت لكم ديال الدور ديالها كتلصق هادي كتجي بحال هكا كتحيد البيض كيما قلت لكم وكتلصقها هكا صافي كتبقى شادة شادة مزيان الدراري باش تلصق مزيان صافي فاش كتحس بها لصقات كدير جو برو اوتوماتيكمون انا نوريكم كيفاش بعد ما ركبتها انا غادي نلصقها في الكاسك هيا لصقتها الدراري كتجي على هاد الشكل خاصني نزيد واحد السيبورا باش تولي تشوف في الطريق باش تخرج دابا وريتكم غير كيفاش كتلصق مازال غتشوفوا في الطريق انا كيفاش درت لها شو كتجي في الكاسك على هاد الشكل واصلا الدراري الجو برو افار تلوقي بها في الطريق راه مزيانه ديرها في الكاسك من ناحيه مثلا شي واحد الا كذب عليك في الطريق قال لك راك ضربتيني وانت ما ضربتيش كيطراو بحال هاد الحوادث من ناحيه انك الا تلقى لك شي شفار مزيانه لك هاد الجو برو الدراري غتنفعكم بزاف وسيرتو في الصيف وفي الكاسك في الفلوغين انا كانت خاصاني من شحال هادي هادي خديتها الدراري فوركا كانت شويه عاديه مع المده ان شاء الله راه غادي ناخد شي هيرو كارت ولا شي هيرو 5 اولا شي هيرو 6 اولا ديز كاع هاد الباك الدراري اللي وريتكم كامل بشحال خديته خديتو ب 600 درهم هاد الباك كامل اللي شو ان شاء الله الدراري ديال الجو برو غادي يكون الكونتوني مختلف شويه تشوفوا الموتو فلوغينغ في الطريق والحوايج اللي كيطراو في الطريق اصلا انا كانت خاصني ليه بزاف غتبقى حاجه وحده طريقه التصوير كيفاش كتصور انا غادي نحاول ندير لكم فيديو ديال كيفاش كتصور في الطريق ونلوحو لكم من بعد هاد البارتي نيت اكسسوار لي شو كاملين الدراري راه ما كتكونش كات ميموار ما كتكونش وديك البياس اكسسوار لي قلت لكم كتلصق هنا على قبل الكاسك ما كتكونش كات ميموار الدراري خذوا شي كات ميموار مزيانه على هاد الفوركار خديت 32 جيجا كتصور لي جوج سوايع في الطريق مثلا الا خديت شي 16 جيجا ولا 8 غضرب لك شي نص ساعه في الطريق بحال هكا على ما اظن ولا شي ساعه الله دونك الدراري غتكون هذه هي الفيديو كنتمنى نكون خفيفه لكم وما طولتش لكم بزاف